بعدم الصيام في رمضان لمريض تعافى من الكورونا، خليك معانا لو سمحت. لو لسه حديث التعافي يصدر، لان في متلازمه بعد كورونا ممكن يبقى قابليه للتجلطات، عايز سوائل كده وضربات قلب سريعه، لو لسه في ينهج بسيط لا يصدر وانا طبيب مرتاح. بس عشان الاستاذ مجدي ده صديق قديم وحبيب وصاحبي وطن جميل، هو السؤال بتاعه معلش سياسي شويه، احنا ركزناه.